يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول إذا أنكرنا على القبوريين يقولون أنتم لا تريدون التعايش. أنتم لا تريدون التعايش. بالله ما نريد التعايش مع المشركين، نبرأ إلى الله منهم. هذا طيب إن من تعايش معهم إلا يؤمنوا بالله عز وجل ويتركوا الشرك. نعم. وأعتزلكم، هذا قال إبراهيم عليه السلام لأبيه، قال وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي. نعم.